أهلا بكم دائما معنا في هذه الإطلالة الإخبارية اليومية النيل مباشر. من خلال هذا اللقاء نتابع معكم بعضا من أهم أحداث الساعة والمثارة في تغطيتنا الإخبارية المستمرة معكم على مدار اليوم. نبدأ كالمعتاد بأبرز ما لدينا من عناوين رئيسة نناقشها بشيء من التفصيل بعد قليل. خلال لقائه طلبة الكلية الحربية الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة الإثيوبي فضلا عن حماية أمنها المائي. أيضا نناقش ملف الثانوية العامة وإعلان النتيجة اليوم. إعلان نتيجة الثانوية العامة، وزير التربية والتعليم يعلن أن نسبة النجاح بلغت 75.4%. وملف رئيس نتحدث فيه عن تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وتحديدا ما يجري في قطاع غزة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. وفي غزة محطة الطاقة الوحيدة تتوقف عن العمل وسقوط 11 شهيدا وأكثر من 80 مصابا مع تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. أجدد لكم التحية، وعلى الفور نتحول إلى تفاصيل ما لدينا من موضوعات في هذه الحلقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية صباح اليوم مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس أثناء جولته التفقدية بالكلية. خلال اللقاء استمع رئيس الجمهورية لآراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا، كما استعرض موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية وقضايا منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة الإثيوبي وحماية أمن مصر المائي، كما تطرق لجهود الدولة في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة. كان الرئيس السيسي قد قام فجر اليوم بجولة تفقدية في الكلية الحربية، وذلك في إطار حرصه على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة. إلى الملف الثاني في حلقة اليوم، وهو ملف إعلان نتيجة الثانوية العامة. بداية نهنئ كل أبنائنا الطلبة الذين وفقوا هذا العام، ونتمنى لهم بطبعة الحال مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة، التعليم الجامعي بإذن الله. وزير التربية والتعليم الفني دكتور طارق شوقي أعلن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وأوضح أن نسبة النجاح هذا العام وصلت إلى 75.4%، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم بلغت 78.32%، وفي الشعبة العلمية رياضيات بلغت 81.10%، وفي الشعبة الأدبية وصلت إلى 68.38%. نسبة النجاح هذا العام 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي. العام الماضي كانت 74%. نقدر نقارن السنتين دول بالتحديد، لأن هما اللي فيهم دفعة كاملة عدت في نظام التقييم الجديد. فالنتيجة نسبة النجاح العامة 75.04%. لو قارنا نسب النجاح في الشعب المختلفة، هنلاقي إن شعبة علمي علوم نسبة النجاح عليت عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت 76، السنة دي 78.32%. شعبة رياضة زادت من 76 إلى 81%. فالسنة دي الحقيقة شعبة علم رياضة هي أعلى نسبة نجاح. الأدبي نزل عن السنة اللي فاتت كانت 70%، بقت 68 وكسور. النسبة العامة زي ما قلنا 75%. أيضا أعلن وزير التربية والتعليم الفني دكتور طارق شوقي أسماء أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية وشعبتي علم رياضيات وعلم علوم. لأوائل الثانوية العامة نبدأ بالشعبة الأدبية. احنا قدامنا 11 عشان التكرار في المجاميع، 11 من الأوائل في الشعبة الأدبية، أولهم
الطالبة زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم جايبة 387، دي كانت أعلى نمرة في الشعبة الأدبية من 410، وبعدها بقيت الأوائل بارك لهم كلهم. نلاحظ برضو إن دي كلها مدارس عامة، مدارس حكومية، مدارس تجريبية، فشيء نفخر بيه الحقيقة. وبعدين شعبة علمي علوم هنلاقي تفوق ملحوظ للولاد، والأولى رغم الأولى بنت، ودي حاجة جميلة جدا، طالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري من المنوفية، مدرسة 3 ثانوية بنات، يليها إسلام من دمياط، وعمر من الغربية، ومحمد من الشرقية، من المحافظات المختلفة، واضح تفوق المحافظات كمان. علمي رياضة، علمي رياضة الأول عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد من الشرقية جايب 407، وراه مريم من الجيزة، أحمد من الغربية، وهكذا. برضو المحافظات لها تواجد كبير جدا، وده شيء جميل. مرة أخرى نهنئ ونبارك أبنائنا الطلاب الذين تفوقوا وتمكنوا من النجاح في شهادة الثانوية العامة، وبالتأكيد بينتظرهم مرحلة أخرى من التعليم، التعليم الجامعي، شكل آخر من الدراسة وتحصيل العلوم. نتمنى إن شاء الله نوفقه بشكل كبير، بحيث إن شاء الله يكونوا عناصر خادمة وفاعلة في المجتمع المصري، تنهض بالدولة في شتى المجالات. أذكركم مرة أخرى بما أشار إليه وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بنسب النجاح هذا العام، أوضح أنه نسبة النجاح هذا العام وصلت إلى 75.4%، نسبة النجاح في شعبة العلمي علوم وصلت 78.32%، وفي شعبة العلمي رياضيات وصلت إلى 81.10%، أما شعبة الأدبي فقد وصلت إلى 68.38%. الوزير أثناء إعلانه النتيجة منذ قليل عقد مقارنة بين نتيجة العام الماضي والعام الحالي، أوضح طبعا أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام، أعتقد بنسبة 1% أو 1.00% نسبة النجاح بشكل عام. وفيما يتعلق بنسب النجاح في شعبة العلمي والعلوم أيضا ارتفعت عن العام الماضي، أما في شعبة الأدبي فانخفضت عن العام الماضي. عموما نتحدث عن أحد أبعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة إلى أن إن شاء الله ينضم إلينا أحد المتخصصين في ملف التعليم، لكن واحدة من الزوايا المهمة، واحدة من الأمور المواكبة دائما لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وقع إعلان النتيجة على أولياء الأمور والطلبة، كون إنه هذه السنة الدراسية يعني المجتمع المصري بينظر إليها أنها يعني شهادة مفصلية أو مرحلة في التعليم مفصلية جدا مؤثرة في حياة الطلاب، وهي بالتأكيد بهذا الشكل، فبالتالي بيكون ليها تأثير قوي جدا سواء على الطلبة أو على الأسرة المصرية. الأستاذة إيناس حسن استشاري أسري وتربوي تضم إلينا لمناقشة هذا البعد مع إعلان النتيجة الثانوية العامة كل عام. أهلا بك أستاذة إيناس. ليه وقع إعلان النتيجة دايما بيكون حاد جدا على أولياء الأمور وعلى الطلبة، يعني سواء بالفرح أو لا قدر الله بالحزن أو الزعل يعني؟ ده راجع للتوقعات اللي الاهالي بيبنوها طول فتره من قبل الثانويه العامه اكثر بتبتدي، والموروث القديم بيقول ان احنا في عنق زجاجه وانها سنه محوريه زي ما حضرتك قلت وهكذا. فده بيؤدي من كتر ما سقف التوقعات عالي جدا، لما بنفرح بنفرح قوي 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 لان احنا حققنا تارجت كبير على قدر الهدف، وفي نفس الوقت لو ما حصلش تحقيق للهدف ده بيحصل دروب جامد وفقد امل كبيره، فالحزن بيبقى مبالغ فيه. بس المجتمع المصري يا استاذه ايناس وصل للمرحله دي بسبب يعني تداعيات مركبه، مش علشان الثانويه العامه كثانويه عامه او كشهاده، اعتقد انه في امور اخرى عمقت من الفكره دي او الانطباع ده عند المجتمع. مظبوط. فاذا لو حضرتك ليك ان انت يعني توضحي او تبسطي العناصر اللي وصلتنا للمرحله دي. هي الفكره
القصه انها من زمان كانت الثانويه العامه هي اللي بتحدد مصير وحياه الشباب في شغل، في ارتباط، في كيانهم في المجتمع، في تواجدهم في المجتمع، مدى قيمتهم. عشان كده كانوا بيقولوا كليات قمه وغيره وغيره. فالقصه مش بتصل الثانويه العامه على قد ما هي قد ايه بتحدد مستقبل الاولاد دي. وده كان موروث قديم على فكره، اعتقد انه اتغير بنسبه كبيره جدا، لانها ما عادتش هي الفاكتور او العامل الوحيد اللي بيؤثر على الشغل وعلى سوق العمل وعلى قيمه الانسان في حد ذاته. الناس بدات يبقى عندها وعي اكتر، مش بيحصروا تقييم الطالب على قد اللي جابه، على قد المجموع اللي جابه. لكن هل من ممكن ان احنا نقول انه في شيء من العنصريه في المجتمع المصري تجاه نظرته للثانويه العامه ومقارنتها بالشهادات الفنيه الاخرى؟ يعني ربما ينظر للشهادات الفنيه نظره اقل او نظره دونيه عن الطالب اللي حصل على شهاده الثانويه العامه؟ برضو كانت الرؤيه دي الى حد كبير، يعني في نقول من شويه سنوات عدت. دلوقتي الناس بدات تعي وتفهم كويس قوي انه اللي بيكذب سوق العمل واللي بيوافق هوايات وقدرات ولادنا هو ده اللي بيبقى انسب. يعني دلوقتي اعتقد ان الدوله اصلا في اتجاه انها تعزز التعليم الفني والتعليم التكنولوجي وما هو دون الثانويه العامه، ما بقاش يقتصر فقط يعني تحديد مصير العمل او سوق العمل بالنسبه هل هو خريج ثانويه عامه ولا لا، او كليه من الكليات العاديه ولا لا. لانه دلوقتي كمان الناس بتعتمد على ازاي تطور من نفسها، بقت خريج الكليات او الجامعات كتير جدا. التميز بيجي من ازاي الشخص بيشتغل على نفسه، ياخد كورسات، بيطور من نفسه في المجال بتاعه، مش بس بتبقى نهايه المطاف دخوله الجامعه وحصوله على الشهاده. فدلوقتي الناس بدات تعي، الدوله بدات توجه انه مش بس الثانويه العامه هي يعني المحرك الاساسي. انا تسمح وتسجل جدا في كلمه العنصريه، بس هي كانت من فتره قديمه، دلوقتي بدانا نغيرها شويه. تفتكر حضرتك انه الطالب او التلميذ هو الحلقه الاضعف في الازمه دي؟ بمعنى انه في منظومه التعليم ربما الدوله كل فتره بتعيد ترتيب اوراقها فيه بهدف الوصول الى شكل افضل للتعليم، اولياء الامور كاحد عناصر الضغط، المجتمع بتداعياته وتعقيداته ربما، فبيكون التلميذ او الطالب هو يعني الحلقه اللي كل الازمه بتصب فيها او بيعاني اكثر من بقيه الاطراف في الازمه دي؟ بص هقول لحضرتك عشان نبقى فير لنوسع الجديد بالقدر الكافي، كل الحلقات بتحارب، كل الحلقات فيها نوع من انواع الضعف. الدوله بتحارب علشان ترفع مستوى التعليم في ظروف مش احسن حاجه. اولياء الامور بيلهثوا ورا كل حاجه تؤدي الى اولادهم بارتفاع مستوى التعليم بتاعهم، ومضغوط عليهم ماديا، ومضغوط عليهم بمناهج جديده هم لسه مش ابديتد بيها. والطالب كمان لسه مش عارف، بما ان الرؤيه مش واضحه للكبار فبالنسبه له الرؤيه مش واضحه اكتر. الضعف بقى بالنسبه للطالب، لان هو اللي بيحاسب على ده كله، هو اللي بيدفع ثمن ده كله، او هو ده اللي بيتحدد مصيره. لكن بصراحه كل العوامل بتحارب، كل العوامل بتحارب. والمعلم بيحارب جدا على فكره، جدا، انه عايز يوصل باكبر قدر من الوعي والفهم وتوصيل المعلومه للطالب في وقت قياسي، في ظروف فيها ضغط كبير عليه، في مناهج لسه ما كانتش بتبقى اوضح حاجه، في نظام تعليم بيتغير وبيتطور كل فتره. فحتى يعني شريحه المعلمين والموجهين، ما كل من هو في التربيه والتعليم هو كمان بيحتاج. بس ارجع اقول لحضرتك تاني انه الحلقه الاضعف او الاكثر بيمنت، اللي بتدفع اكثر، اللي بيتحاسب على ده كله هو الطالب. اعتقد يا استاذه ايناس انه اكتر حد محتاج انه يسمعك دلوقتي يعني من لم يوفقوا للاسف في الثانويه العامه هذا العام، او من لم يحصل على المجموع الذي كان يطمح اليه. فده كان لحضرتك ان انت تتكلمي معاه دلوقتي، فما الذي يمكن اتفضل. عايز اقول لحضرتك مونس انك حضرتك ذكرت ده، انا شعرت داخليا بنوع من انواع الاسى اللي هو تورطناه، اللي هو مش حقيقي. لما قلت لي
وجهي كلمة للي لم يوفق، اللي لم يوفق ده هيوفق بعدين، دي خطوة، دي خطوة في طريق طويل احنا لسه هنمشيه، وهي دي مش آخرة المطاف أبدا. وسبحان الله يعني ربنا عز وجل بيحاسبنا على السعي مش على النتيجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكتير قوي من النماذج اللي حوالينا كانت تتمنى تبقى حاجة معينة وربنا قدر حاجة تانية وكانت هي دي الأحسن، كانت هي دي الأفضل. فكرة إن أنا ما أحصلش على اللي أنا عاوزه بالظبط، إحنا معلوميتنا أو يعني معرفتنا محدودة، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالأصلح لينا. النقطة الثانية، الوحيد اللي ممكن أسمح له يزعل إنه اللي ما بذلش، لكن حد بذل مجهود وجات له النتيجة مش على توقعاته، هنقول له ألف مبروك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت عملت اللي عليك، افرح وفرح أهلك، وإن شاء الله الخير فيما اختاره الله. اللي ممكن يزعل ويعيد تفكير ويعيد ترتيب يعني رؤيته للأمور، اللي اتأخر في عمله في أدائه، إنه كان ممكن يبذل مجهود أكثر علشان يحقق نتيجة أفضل وما عملهاش. لكن حد ممكن يقول لحضرتك إن أنا تعبت وبذلت أقصى جهد لكني لم أوفق، لا يعني لم يحالفني الحظ في موازين ومعايير البشر. تمام، المعايير دي هي معايير البشر مش واضحه بالنسبه للناس، المعايير اللي هي احنا بنقول ساعات كتيره احنا بندخل مكان واحنا مش حاسين ان هو ده احسن حاجه لينا، لكن هو ده ربنا سبحانه وتعالى جرب واختار. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، في حكمه زمان كنا متعلمينها، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. دلوقتي التنسيق هيبقى متاح للاولاد والبنات. ناس كتير منهم هيقول طالما ما جاليش اللي انا عاوزه فانا اي حاجه بالنسبه لي مش يعني مش فارقه اي حاجه فيه، وده خطا كبير بيحصل. عظيم. المفترض ان احنا بنحدد او الاولاد بيحددوا تارجت واحد. التنسيق عموما في بلان اي، بلان بي، بلان سي. انا بقول خطه الاولانيه كذا، لو ما جاتش يبقى الخطه الثانيه كذا، وكل خطه بعد الاولى انا بحبها. طيب. وعايز ادي فيها. انا طبعا متشكر على كل الكلام حضرتك بتقوليه، لكن نقطه مهمه جدا اختم بيها معاكي. ممكن الكلام اللي حضرتك بتكلميه ده ممكن يعني يتقبله من هو في حاله نفسيه مستقره او يعني مستوعب الامور، لكن يعني الموقف متأزم عنده ومتخيل ان الشمس لن تشرق في الغد وانه العالم نهايته حصلت بالفعل مع عدم توفيقه في الثانويه العامه، المدخل ليه يكون ازاي؟ ما تخليه ان انا هتقبله وهقول له انت تقدر تخطى ده، هي مش اخره المطاف، يعني هنكمل. اللي ما جاتش نتيجه كويسه او لا قدر الله في ريتست في اعاده امتحان مره ثانيه، هتقدر تحقق في اعاده امتحان مره ثانيه. لو لا قدر الله هو مش هيجيب الدرجه اللي هو عاوزها او داخل الكليه اللي مش، بص انا اهم حاجه الاكسبتنس، اهم حاجه اني اتقبل اللي قدامي. قبل ما اكلم الطالب نفسه انا بكلم ولي الامر. طالب في حاله نفسيه سيئه جدا، ارجوك ما تبطلوش عليه اكتر من كده، بلاش تقريض، بلاش افضل اضايقه وبص مش عارف مين عمل ايه ومين جاب ايه ومين سوى ايه. لازم احسسه ان انا متقبلك وبحبك تحت اي ظرف. متضايق علشان النتيجه عادي، مشكله هنحلها، لكن انت كشخص متقبل لابعد الحدود والى ما لا نهايه. علشان احنا بنشوف في الوقت ده سنين كثيره حالات من الانتحار وحالات من الاحباط والاكتئاب بتصيب ولادنا، لو المجتمع اللي حواليهم مد ايده وما دسش عليهم هيقوموا، لو مدنا لهم ايدينا هنقومهم. قصص نجاح ناس كثيرون مشاهير على امتداد العالم لم يوفقوا في بداية حياتهم وبعد ذلك أصبحوا علامات في مجالات تخصصهم وأضافوا للبشرية كم من المعرفة طبعا كبير، قصص لا تنتهي. أنا زي ما كلنا عارفين أديسون اخترع المصباح بعد كم محاولة مش ما يحقق. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة، وحقيقي أسعدتينا بمشاركتك البسيطة دي معانا الأستاذة إيناس حسن الاستشاري الأسري والتربوي. ورحب أيضا بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا لمناقشة ذات الموضوع الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروزة اليوسف المتخصص في ملف التعليم. أهلا بك أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. وزير التربية والتعليم عندما أعلن النتيجة عقد مقارنة سريعة مع نتيجة العام الماضي وأوضح أن النسبة ارتفعت تقريبا بنسبة 1%،
ده دلالاته ايه برأيك يا استاذ محمد، خاصة انه عقد المقارنة دي انطلاقا من انه في دفعة كاملة لنظام التقييم الجديد مرت على نظام التقييم الذي وضعته الوزارة بالشكل الجديد؟ طبعا بنبارك طبعا اولا للناجحين في الثانويه العامه، ودايما زي ما بنقول يوم اعلان النتيجه يكرم الطالب او يلام، هارد لك للي لام نفسه واللي دخل الدور الثاني، وبنقول الف مبروك للي نجح من الدور الاولاني. خليني اقول لحضرتك في عجاله كده المقارنات اللي موجوده حتى الان، علشان انا عارف ان في عمليه ربك لدى الراي العام وطلاب الثانويه العامه، خاصه فيما يتعلق بالصفحه الجديده اللي هيفتحوها بدءا من الاسبوع الجاري، وهي فتره تنسيق القبول بالجامعات. دلاله ان انا عندي النهارده النسبه المئويه ارتفعت ب 1%، طبعا ده نسبه بسيطه، لكن دلالتها ان دفعه ورا دفعه بدات تفهم بعض الشيء، نوعية التقييم الجديدة، وبالتالي في ارتفاع في نسبة النجاح. في خلط بقى هنا ما بين نسبة النجاح اللي هي 75% والشرايح ماشية ازاي؟ ما انا ممكن يبقى عندي نسبة نجاح 80% لكن اغلب الطلبة جايبين 50 و55%. هو ده الخلط اللي اشوف لك ايه هو متوسط النجاح كام، فانت تقول 74%، فيتوقع ان لما يبقى متوسط مجاميع الطلبه 74 او 75%، لا خالص، ده متوسط اللي ناجحين، لكن كم واحد بقى جايب 50% وكم واحد جايب 70%؟ طيب انت اتيح لحضرتك انت تطلع على النسب اللي هي الخاصه بتقييم النتيجه او تفاصيل الشرائح داخل نتيجه الثانويه العامه هذا العام؟ يعني بمعنى انه الاوائل او النسب المرتفعه كام في الميه وهكذا؟ بص بقى حضرتك، احنا لما النهارده نتكلم على ان الناس جايبه كام داخل ال 5%، يعني النهارده لما اتكلم عن 95% ل 100% كام طالب جاب ده 53 من 100%. هو في حد وصل الى الدرجه الكامله؟ لا لا، بس خلي بالك لما اتكلم النهارده على شريحه من 95% ل 100%، 53 من 100%، يعني ما كملوش 1.5% من طلاب الثانويه العامه. هتقولي طب وايه دلاله دي؟ عشان الطلبه تبقى فاهمه. دلاله دي ان الشريحه دي خلاص ما عادش حد زي زمان بيجيب فيها نتيجه كبيره. قبل نظام التقييم الجديد كان لك ان تتخيل ان عدد الطلبه اللي جايبين من 95% ل 100% 17% من اجمالي طلاب الثانويه العامه. النهارده بنتكلم على كام؟ 0.5%. حضرتك متخيل؟ طب من 90% ل 100% كان قبل التقييم الجديد في اخر سنه كان 36% من طلاب الثانويه العامه جايبين في الشريحه من 90 ل 100%. طب استاذ محمد، ده دلالاته ايجابيه ولا سلبيه؟ لانه ممكن نفهمها على الاتجاهين. لا، دلالاته ان التقييم الجديد ما فيهوش حاجه اسمها المجموع الكبير، وبالتالي انت كطالب لما تجيب وممكن فهمه في سياق اخر انه الطلبه الحاليين مش بنفس مستوى ذكاء الطلبه السابقين. لا لا، ما انا ما اقدرش اقول هم مستوى الذكاء واحد. ليه؟ لأن وسائل التقييم مختلفة، المدخلات مختلفة، يبقى المخرجات لازم تبقى مختلفة. صحيح. أنا عندي وسائل تقييم جديدة، فأنا بقول للرأي العام عشان أطمنه ليه؟ إن الإحصائيات اللي أنا بقولها النهاردة، إن اللي يبقى جايبين من 90 ل 100% عدد 5% من الثانوية العامة مقابل 36% قبل كده، ما تزعلش، لأن ده أصبح هو المعدل الطبيعي، وبالتالي تنسيق القبول بالجامعات هيحصل له إيه؟ هينخفض. يبقى اللي جايب 90% ده بكرة فكر حضرتك هيخش طب، واللي جايب 88% هيخش صيدلة أو طب أسنان، واللي جايب حوالي 87% ممكن يخش علاج طبيعي، بعد ما كان اللي بيخش طب من 98%. النهارده بنتكلم على 90 91%. انا برضو برجع اقول، انا بقول كل هذه الاحصائيات عشان اطمن الراي العام لا تقارن ما بين القديم والجديد. الجديد هو مستوى منخفض جدا من الدرجات والشرايح فيها منخفضه. طب هو على ذكر كليه الطب وكليات القمه، يعني الوقت لم يحن بعد لاعاده صياغه
يعني نظرة مجتمعية لتقييم الكليات أو الدراسة في الجامعة؟ يعني فكرة كليات القمة وكليات القاع أو كليات الوسط دي ما فيهاش توصيف كده تشعر بأنه عنصري بشكل أو بآخر يا أستاذ محمد؟ بص أنا مش هنقول كلام يعني إيه للرأي العام غير لما نكون واضحين فيه. طالما كليات القمة ما زالت فرص العمل فيها أكبر من غيرها ستظل كليات قمة. خلينا منطقيين، أنا بدخل طب ليه؟ صدقني لو الحاسبات والمعلومات والآي تي والذكاء الاصطناعي في يوم من الأيام فرص عمله متاحة في المجتمع المحلي والدولي، أنا وأنت وحضرتك هتبقى عندنا رغبة أولى. بدليل كلية البترول، التعدين والبترول بتاع قناة السويس بيجيب أكتر من كليات الطب. ليه؟ لأن عليها إقبال كبير نظرا، يعني خلي بال حضرتك ده سنويا أعلى كلية في التنسيق هي تعدين وبترول. ليه؟ اللي دخل فيها عارف إن هو هيخرج يتعين ويتخرج يتعين وهياخد مرتب محترم. فالفكرة فيه طب هل هو قديما كانت كليات التربية التعيين كان خريج التربية تعيينه كان مضمون، ولكنها لم تكن توصف على انها كليه قمه، يعني لم تنل شرف هذا التوصيف. ما تقارنش حضرتك في فتره كان فيها كليات التربيه بنتعين فيها مقارنه بطب بياخد مبلغ اكتر وفرصه متاحه اكتر من خريج كليات التربيه. انا بقول حضرتك النهارده لو تساوى المرتب والخريجين وفرص العمل الناس مش هتقول على كليات القمه كليه قمه. لكن النهارده لما انا اشتغل تربيه والتاني يشتغل طب، ده يقبض ويفتح عياده ويبقى عنده دخل اكبر من بتاع تربيه، طب ما انا هبقى نحلم بكليه الطب عادي. صح. انما هتلاقي، طب اقول لحضرتك حاجه، عارف في امريكا دلوقتي اكتر حاجه من الوظائف المطلوبه على مستوى العالم الاي تي. طب انت لو رحت كليه في امريكا ما تلاقيش الاقبال على كليات الطب، ولا في روسيا زي الاقبال على الكليات اللي هي متعلقه بالاي تي وتكنولوجيا المعلومات، كليات الهندسه وكليات الذكاء الاصطناعي. بالظبط كده. ليه اتغير عندهم الايه؟ لان اصبح فرص العمل والسالري العالي من هذه الكليات. يعني سوق العمل ومميزاته هو اللي بيحدد، هو اللي بيحكم القمه من القاع. السالري هو اللي بيحكم القمه من القاع، مش كلمه طب او صيدله او هندسه. خلي طب ده ما يبقاش فيه تكليف، هتلاقي السنه اللي بعدها هوب الطب نزلت. عظيم. ده شيء طبيعي. يبقى اذا ما يحكم فكره القمه والقاع هي فرص العمل المتاحة في سواء داخل البلد أو خارج البلد. وبالتالي طول ما هي الطب والصيدلة والهندسة فرصها متاحة، طول ما هي هتظل الكليات قمة شئنا أم أبينا، رغم اعتراضي على مضمون هذه اللغة وثقافتها لدى المجتمع المصري. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروزا اليوسف المتخصص في شؤون التعليم. مرة أخرى كل التهاني الطيبة لمن وفق هذا العام في الثانوية العامة، ولمن لم يوفق مزيد من العمل والجهد والمثابرة مرة أخرى، وطريق النجاح إن شاء الله متاح ومفتوح لكم في الأعوام المقبلة بإذن الله. نتحول للملف الآخر في حلقة اليوم إلى فلسطين المحتلة، حيث توقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل اليوم السبت بعد نفاد الوقود، وذلك وفق ما أفاد به ناطق باسم شركة الكهرباء. وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني لعدوانه على قطاع غزة أنه يتوقع استمرار عملياته العسكرية لمدة أسبوع، في حين أسفرت الغارات حتى هذه اللحظة التي نتحدث مع حضراتكم فيها عن سقوط 11 شهيدا وأكثر من 80 مصابا. أيضا تسببت هذه الغارات في تضرر منازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف داخل القطاع. قراءة أكثر تفصيلا لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتعرف عليها مع ضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، الأستاذ محمد حمادة الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد أهلا بك يا فندم. حضرتك سمعني في البداية؟
سعداء بوجود حضرتك معنا. وأسألك في البداية، هذا التصعيد حضرتك كنت تتوقعه من قبل سلطات الاحتلال بحق قطاع غزة؟ هل كان هناك شواهد ما تشير بشكل أو بآخر إلى أنه إسرائيل ستستهدف القطاع على هذا النحو؟ يعني في تصوري عندما تريد الهدف منه هو دار. طيب إذا تكرمت أستاذ محمد، يعني تتحرك في مكان نعرف نلتقط فيه صوتك بشكل أفضل مما هو عليه الآن. في تصوري أن قامت به إسرائيل الهدف منه هو الحصول على مكتسبات جديدة من قبل المجتمع الدولي ولفت أنظار العالم إلى بعض الممارسات، خاصة أن إسرائيل من قبل ودائما تعمل على إثارة هذا الملف في أوقات معينة عندما يكون هناك أزمات داخلية داخل الكيان الإسرائيلي، فتصعد الأمر دائما مع الفصائل الفلسطينية بهدف لفت الأنظار أو إبعاد الأنظار عما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل المجتمع الإسرائيلي، ومن ثم هذا التصعيد الإسرائيلي يعني مدروس، الهدف منه هو جر المنطقة إلى حالة من حالات عدم الاستقرار، أيضا لإدخال أي فرصة للتسوية السياسية، ومن ثم نجد أن المجتمع الدولي الآن يقف صامتا، إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، أيضا تنتهك كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن ثم شهدنا عشرات الجرحى بالمئات الجرحى، أيضا استشهاد أكثر من 12 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وعندما تقوم إسرائيل بهذه الغارات يعني بيكون الهدف منها هو تصفية بعض القيادات في الفصائل الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى يعني العمل على تأجيج الصراع بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، ومن ثم عدم الرجوع إلى القانون الدولي. ولكن المشهد في داخل إسرائيل قد يبدو أنه ليس هناك أمور ضاغطة على النحو الذي يدفع سلطات الاحتلال إلى هذا الشكل من أشكال التصعيد. بالفعل يعني هذه الأيام ليس هناك أي ما يدعي وجود مثل هذا التصعيد. الآن هناك حالة من حالات عدم الاستقرار داخل قطاع غزة، هناك أيضا مناشدات عربية ودولية بضرورة أن يكون هناك تسوية للقضية الفلسطينية، ومن ثم نجد أن الكيان الإسرائيلي يريد إجهاض مثل هذه الدعاوي، خاصة مع تحركات الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من القوى الدولية والمطالبة الإسرائيل بأن يكون هناك حل في الأزمة الفلسطينية. هي تريد إجهاض كل الوسائل السلمية تحت مداعي أنها في خطر. أيضا الغارات الوحشية التي قامت بها إسرائيل غير مبررة، وبالتالي نجد أن هناك اتصالات حديثة من العديد من الدول مثل مصر على سبيل المثال، تنتقل يعني هناك اتصالات كبيرة جدا على أعلى مستوى، سواء كان على المستوى العربي المستوى الإسلامي أيضا على مستوى الأمم المتحدة، وأعتقد أن الدور المصري هو دور كبير في خفض التصعيد، وأيضا المطالبة من قبل جماعة الدول العربية وإدارتها لوقف العدوان، بالإضافة أيضا إلى ضرورة حل هذه القضية وهي تعتبر القضية الأم بالنسبة للدول العربية. سلطات الاحتلال أعلنت إنه هذه الغارات ستستمر لمدة أسبوع. أستاذ محمد، برأيك يعني الأيام المقبلة مع هذا التصعيد وإصرار إسرائيل أنها تستهدف القطاع على هذا النحو، ما الذي يمكن أن تحمله الأيام القادمة من تصعيد، خاصة ردة فعل الجانب الفلسطيني؟ مزيد من القصف، مزيد من القتلى، مزيد من تخريب البنية التحتية. شهدنا العديد من البنيات السكنية تم هدمها، شهدنا أيضا تصفيه العديد من الكوادر في سرايا القدس. أعتقد أن هذا التصعيد المستمر من قبل إسرائيل سوف يواجه أيضا بتصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية، ومن ثم خلال هذا الأسبوع سوف نشهد مزيد من إراقة الدماء، سوف نشهد أيضا مناشدات دولية. العالم الآن يعني يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، ومن ثم نجد أن البرلمان العربي على سبيل المثال دعا إلى ضرورة حل هذه القضية وضرورة وقف هذه الاعتداءات. شكل ردة الفعل الفلسطيني كيف تراها؟
هل في عمليات مقاومة محدودة مثلا، أم في إطلاق صواريخ المقاومة من القطاع، أم ربما كما يعني البعض بيتوقع، وده توقع منذ فترة سابقة، فكرة الانتفاضة تشمل عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ السيناريوهات مطروحة، من سواء كان من خلال التصعيد العسكري، سواء كان أيضا من التصعيد الشعبي والانتفاضة والإضرابات وغير ذلك. على حجم الأضرار وعلى حجم هذه الغارات وحجم الدمار، سوف ينتج عنها ردود أفعال فلسطينية وعربية وإسلامية تجاه ما يحدث من القوى الغاشمة الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى مناشدة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن بالقيام بدورهم كوسطاء في هذه القضية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد، الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام، الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا ننهي هذه الحلقة من الدين المباشر. غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء، ومتابعة مستمرة معكم لأهم وآخر الأحداث. إلى اللقاء.